عن موضوع يمكن احنا بالصغر عانينا منه، وعم نشوف يمكن بعض الاطفال اللي حوالينا او حتى اطفالنا ممكن نلاقي صعوبه بالتعامل معه. هلا قربت المدرسه، وقت قليل وايام اذا بدنا نقول، كيف بنقدر نرجع لنظام العوده الى المدارس من الاستيقاظ المبكر ونرجع للتقنيات المفروض تكون موجوده؟ رح نحكي عن هذا الموضوع مع المدرب عقاب الحلبي، منسق اعمال جمعيه سبل التنمويه. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. لساتك عم تفكر، شكلك مو فايق كمان. لا فايق بس مصحصح، شربت قهوه بس ما خلاني رامي كفي الفيلم. حق على رامي. خلينا نحكي، يمكن عاده الاستيقاظ المبكر بعد عطله طويله هي عاده بيعاني منها الكبار والصغار. يعني لو كانوا يومين عطله نمنا فيهم، ثالث بنتصعب. مشكله صحيح. تدريب العقل اليوم وخاصة للطفل لحتى يتأقلم مع هلأ المدارس الشهر الجاي إن شاء الله، كيف فينا ندربهم من هلأ حتى ما يتعذبوا الأمهات؟ يسعد صباحكم. الموضوع كتير مهم وحساس اليوم مع أطفالنا. لما بدنا نبلش نحن نقول بعد 15 أو 20 يوم المدارس، فهي بحد ذاتها كلمة المدرسة عند بعض الأطفال هي هاجس، يعني ما أنا كتير شيء محبب عند البعض. وبالعكس صحيح، يعني في كثير قسم كبير من الاطفال لا ناطرين انه هن ممكن ينجزوا شيء، يحسوا بشيء. انا اليوم بدي بلش برمج اطفالي على الاستيقاظ مبكرا، على روتين معين. يعني انا اليوم ما عاد عندي عطله طويله، 5 شهور او 6 شهور عطله الصيف كانت من بدايه تقريبا شهر 4، فصار عندي عطله طويله ضلت 5 أشهر أو 4 أشهر. ففي أطفال كانوا ما زالوا عم بيمارسوا أنشطة معينة خلال فترة الصيف ضمن الأندية الصيفية، لكن في أطفال هن ما كان عندهم أي إنجاز مثلا، أو ممكن تكون البيئات ما بتسمح. إذا بدنا نحكي شوي على الريف البعيد، ما عندهم أي أنشطة تذكر، فهن لا بالبيت أو بالطبيعة. فاليوم بدنا نبلش نحن نبرمج أطفالنا بداية من الكلمة، كيف نحن نوجه لهم الرسالة الصح لحتى هن يتقبلوا فكرة الاستيقاظ مبكرا، كيف نحن نبلش نبرمج انه هن يناموا بوقت بكير ويفيقوا بكير، حتى برمج الساعة البيولوجية اللي عندهم داخل الجسم. بنلاقي الطفل احيانا بصير الساعة 6 يفيق لحاله، او 7 مثلا 6:30 لا يجهز حاله للمدرسة. فأنا بدي إذا بدي استنى وتبلش الأم تأجل وتسوف لبداية المدارس، فنحن بده يصير عندنا تأخيرات يومية ومشاكل يومية، والطفل بده تشكل عنده ردة فعل سلبية تجاه المدرسة. فبالتالي إذا إجا هو ما نوم صحصح، فهو ما حيتقبل المعلومة، ما رح يكون في عنده علاقات صحيحة وسليمة داخل بناء المدرسة. تمام. الشيء اللي كمان لازم ننتبه عليه أنه كيف ما كمان الذاكرة يلي إلها حق على الطفل، وحق انه هي تستعد بشكل مناسب لاستقبال المعلومات ولاعاده هذا التفاعل والمخزون اللي كان صار قبل 6 شهور مثل ما حكينا. كيف نقدر ننشط الذاكره بطريقه صح؟ مثل ما انا قلت، عندي برمجه جديده للجسم صح التعبير، فانا كمان عندي برمجه للعقل. بدي اعتقد ان الخطا الكثير كبير اللي ممكن الاهل يسمحوا فيه اليوم 6 شهور الطفل ينقطع عن التعلم او عن العمليه التعليميه بشكل نهائي، ولو انه نحن ممكن نمرق له كل اسبوع 2 أو 3 ساعات بس بالتعليم، فنوصل لمرحله لا بتشكل كثير غلط، كثير غلط. فبيصير الطفل في فجوه بينه وبين المعلم، بينه وبين المنهج. إضافة لأنه نحن اليوم في عنا طباعة مناهج جديدة بوزارة التربية، فقد يكون عندي في تدريب كوادر جديدة، في تأهيل معلمين، هذا كله بيترتب عليه تغيير الوسائل، تغيير النمط التقليدي اللي ممكن يتعلم فيه الطفل، مشاركة البيئة والطبيعة من خلال التعلم النشط، من خلال المونتيسوري، من خلال أنظمة التعليم الحديثة. هاي الاشياء بدنا نبلش نحن حتى كأهل علينا دور كتير كبير. يعني اليوم نحن ما فينا نلوم المعلم انه طفلي او ما عم يهتم بطفلي، عنده 50 أو 60 طفل داخل القاعة الواحدة. المعلم ما مهمته 45 دقيقة، عنده هدف علمي، هدف معرفي خلينا نقول بده يوصله، ما حيقدر المعلم يعني يشمل كل الجوانب. لهيك الأهل لهم دور كتير كبير، خاصة إذا هلأ نحن خلينا نقول هاي الفترة نبلش نعطي تهيئة للطفل، تهيئة أكاديمية من خلال المنهج الجديد، سواء باللغة الإنجليزية، اللغة العربية، رياضيات. هي 3 مواد اللي أكثر شيء نحن بنشوف فيها صعوبات عند الأطفال. ممكن يكون طفلي متميز بالرياضيات لكن عنده صعوبات في القراءة والكتابة أو العكس. لهيك نحن خلينا نستثمر ما تبقى بهي العطلة، لأن نحن داخلين على جو شتوي شوي، بصير يعني بنقول دائما أبواب الصيف أوسع، فالصيف في عندنا مساحة كبيرة، في عندنا وقت كبير، فينا ننظم بالشكل الأنسب.
ونبلش نشتغل هاي الفترة 15 يوم على برمجة العقل وبرمجة النفس عند الطفل. يمكن في بعض الأمهات يعني ببلشوا قبل بعشرة أيام أو أسبوع ينظموا بقى نوم أطفالهم الساعة 8 لازم تكونوا نايمين. يمكن قصة النوم ممكن تنحل، بس في عندنا الانتظام يعني للدراسة، الاستيعاب، عدم الملل، الحفاظ على الدفاتر أو الكتب المدرسية. نحن نعرف أنه هلأ الكتب مو مثل زمان، يعني كانت تدور على الكل كتب زمان، هلأ لا دائما في أبديت عليها. فخبرنا كمان عن هاي القصة. اليوم انا هون لما بدي اقول خلي طفل يتحمل مسؤوليه الكتب او مسؤوليه البناء المدرسي او مسؤوليه الدفاتر اللي هو جايبه، فهون انا بدي خلي نمي عن طفل يحس المسؤوليه انه هي المقعد او هي الاثاث اللي هو موجود بهي المدرسه. كل طفل بده يبلش يمكن يتعامل مع المدرسه على انه هي بيجي بيقضي فيها 3-4 ساعات وبيرجع على بيته. بدنا ننهي هي الفكره، يعني لانه نحن نقدر نحافظ. نحن لليوم وزاره التربيه بتناشد كل الجمعيات انه هي تقدر تعمل اعاده تاهيل للمدارس، لانه مدارسنا بحاجه. بس 8000 مدرسه على مستوى سوريا بالرقم مانو بالهين لحتى الوزاره تقدر تستثمر كل شيء موجود فيها. لهيك نحن فينا نبلش من ذاتنا، خلينا نقول نربي اطفالنا على فكره انه نحافظ على هذا الشيء. الكتاب يلي انا عندي اياه طفلي يشخوت ويخزق ويخرب لانه هيدا الكتاب تقريبا كل سنه اعتقد من الصف الاول للسادس بشكل سنوي عم بيكون عندنا كتب جديده. فعم بيشكل عبء كثير كبير ايضا على المدرسه. إضافة لبعض الأمهات تقول ابني كثير بيضيع أقلامه، ألوانه، قرطاسيته. هي منشوفها كثير بنشرة كمان. طب أنا اليوم كيف بدي أخلي ابني يحافظ عليه إذا هو على مستوى يمكن خلينا نقول صحن الأكل تبعه ما بيوديه بس يخلص مثلا على المطبخ؟ في تفاصيل يعني كثير صغيرة. أنت بتقول إنه نحن لازم ننطلق من التربية المنزلية حتماً. لما منعود الطفل يعتمد على حاله، لما منعوده يرتب تخته، لما منعوده كل هاي التفاصيل الصغيرة إجباري هي حتنتقل معه للمدرسة. أكيد تنعكس خارجيا. تمام تمام. أنت مع إنه نبلش من البيت وننتقل للمدرسة؟ حتما، هو الأساس في المنزل. يعني أنا بأي مشكلة اليوم ممكن تواجه الأمهات أو تواجه الأطفال بحد ذاتهم، دائما نعول على الأهل. الأهل هن الأساس بأي شيء يخص الطفل. يعني 12-15 ساعة بالبيت عم يقضيها الطفل مع أهله، فهن المسؤولين عن أي تفصيل دقيق. طيب معقول طفل الصف أول اليوم يدخل مدرسة مثلا يطلب من الأنسة، أنسة ساعديني خليني أروح على التواليت. طب شو المشكلة إنه طفلي ما بيعرف يدخل على التواليت؟ فهو المفروض يكون مستقل ذاتيا. مهارات الاستقلال الذاتي للطفل ينتقل من مرحلة الرياض لمرحلة المدرسة، خلص هون صار طفل قادر على انه هو يعني بنسميها طفوله متوسطه. نحن مع الطفوله المبكره الطفل بحاجه رعايه. تمام. طفوله متوسطه فهو دخل خلص بشيء انه يعتمد على حاله، حتى لما بيرجع على البيت يضل الطفل قاعد لتيجي مثلا مامته من الشغل لحتى تساعده بالقراءه والكتابه او حل الواجبات المدرسيه. وحتى تفك له ثيابه، هي الامور البسيطه. مشكله كثير كبيره، فهون نحن بنرجع المشكله انه للاهل من الاساس هن ما لهم اهلين طفلهم بالشكل الصحيح حتى يستمر ويستثمر الوقت بالشكل الانسب. نعم، عقاب يعني كمان خلينا نحكي في اولاد كثير صار عنده ردة فعل من المدرسة وما بيحبوا المدرسة أو الروضة. اليوم الأم كيف هي تحل هي المشكلة، وخاصة بنشوف أول فترة بيتأففوا بيعلقوا على أمهم، منهم بيبكوا منهم ما بدهم يروحوا. لا، كيف الأم فيها تتصرف تعرف السبب وتعالجه؟ أحيانا الكادر التدريسي بشكل عام أو مدرسة بحد ذاتها ممكن تخلي الطفل عنده ردة فعل سلبية تجاه المدرسة. احيانا بدنا نبحث عن السبب. بتجينا كثير حالات او استشارات تربويه انه طفلي كان بالمدرسه الفلانيه ما عاد دخل، طفلي كان بالروضه الفلانيه طلع كان يحكي بطل يحكي مثلا. فنحن بدنا نبحث عن الاساس اليوم، في هو صدمه نفسيه، في مشكله تعرض لها الطفل، في حاله رهاب صارت معه، ممكن اليوم حاله الشلليه بتعمل مشكله نفسيه عند الطفل. هي المشكلة البسيطة اللي نحن ممكن يكون ما لنا منتبهين لها، أو المعلم أو المدير أو أو التنمر أو المسخرة. تماما، يعني حتى اليوم التنمر على الطفل بحد ذاته ممكن يكون موقف صغير طلع على اللوح سببت له ردة فعل كل حياته، ما عاد بيطلع مواجهة جمهور أبدا. بالتالي بتنعكس سلبا على التعليم، بتنعكس سلبا على الاستقبال المعلومات، بتنعكس سلبا على إنه هو يعني يتجرأ ويرفع إيده. حتى واقع الاجتماعي بصير ضعيف اجتماعيا. تماما، بصير عنده ضعف في التواصل كثير كبير. لهيك نحن بدنا ننتبه كثير على هي الاطفال من حيث العلاقات الاجتماعيه رقم واحد، دائما نحن بننبه عليها لان هي كمان تعطي ثقه كبيره بالنفس عند الطفل. لما بيكون طفلي منطلق بالحديث، منطلق بالكلام، بالمشاركه الصفيه، بالواجبات المدرسيه، يظهر الميزات اللي عنده، فمنشوف في عنده تطور اكبر من اصدقائه او من اقرانه. لكن اذا طفلي مثل بقيه السويه من الاطفال او مثل بقيه الاطفال انا ما بنتبه على بعض التفاصيل الصغيره،
او ممكن اليوم طفلي لما بيرجع من المدرسه اساله شو عم بيصير معه، شو تعرض، شو شاف، شو علاقات مين اصدقائه. قل لي من تصاحب اقول لك من انت. فكمان الطفل بتاثر برمجه الاصدقاء او من العلاقات بتاثر على برمجه الشخص، على التفكير، على طريقه التقليد. احيانا طفلي ممكن يتصرف تصرفات غريبه، طب من وين جابها؟ من المدرسه. لازم الام دائما تعمل كنترول وضبط على بشكل عام على الحاله الاجتماعيه اللي عم بيكون فيها الطفل، اضافه لانه نحن نبلش نعود الطفل بهو بشو بيحتاج، كيف في طريقه الحفاظ على ذاته، هي اهم شيء لازم نكون نحن، كيف الحفاظ على مكنوناته الشخصيه، اغراضه، مو بطريقه احيانا بتوصل لشده التنبيه للطفل تنقلب لكمان لشيء ثاني، هي بتصير ممكن بخل او حرص زايد بطريقه سلبيه. نحن فينا ممكن خلينا نعلمه على التعاون، اوكي اذا استعار رفيقك دير ترجع علبه الالوان مثلا طبعاً. الورقه او ما شابه، لهيك نحن بدنا نكون منتبهين كثير على الطفل. عقاب اليوم عم نحكي عن كل هي التفاصيل، بس في شيء جوهري بالموضوع انه الطفل بحب المدرسه، وبنعرف يمكن من حالنا لما كنا صغار الطفل بحب المدرسة لما بينبسط، لما صحيح. بيكون في متعة بالمدرسة. اليوم تقنيات كتير جديدة لتعليم الطفل بعيدا عن التلقين الممل والقاتل للمواهب مثل ما بنقول. قديش مهم اليوم ندخل خاصة بالأعمار الصغيرة التعليم عن طريق اللعب يلي بكأي شيء بينمي مهارات الطفل بيوسع مداركه. صحيح. اليوم إذا بدنا نقول كمان على مستوى تفاوت بتقنيات أو بالأساليب، بعض المعلمات ما شاء الله عندهم قدرة كبيرة جدا بالأساليب رغم المعطيات البسيطة اللي هي ما متوفرة بكل المدارس. بتلاقي المعلمة اليوم تلعب على نبرة الصوت، بتلعب على الأدوار، بتلعب على الأدوار التمثيلية، على القصص، على التفاعلات البسيطة اللي هي ممكن من حديقة المدرسة أو من الباحة أو من الأطفال ذات نفسهم. بنلاحظ في بعض التقنيات بتحبب الطفل بالمعلم، وهذا الشيء نحن بنلاحظه من خلال تميز معلمات على معلمات من خلال بعض المواد، مثلا تميزها بمادة العلوم على الاجتماعية، على اللغة العربية، على الرياضيات أو ما هنالك، أو حتى وقت الأستاذ بيرسخ بذاكرة الطفل حتى يكبر. تماما، يضل الطفل عنده هدف، يصير الأستاذ هدف للطفل. لهيك نحن اليوم إذا بدنا نقول ما فيني اعتمد بشكل كلي، طب ما عندي وسائل بالمدرسة، أوكي ما عندي وسائل، بس أنا فيني خصص بشكل دائم، يعني المعلم يحضر خطة ضمن الخطة الدرسية. احنا بنعرف في تقنيات التعليم الحديث انه فيني اشرك اي معلومه جديده وحول المعلومه من الكتاب الى الطبيعه بشكل مباشر، بحيث انه الطفل يلتمسها. يعني تفاعلات كيماويه ممكن نستخدمها، تطبيقات كهربائيه، بعض التمارين والالعاب اللي هي كثير بسيطه بتؤدي بشكل كثير صح مع الطفل وبتودي بالرساله، بيخلي الطفل يصير عنده تعلق اكثر بالماده، تشجيع انه هو يرجع يكرر المعلومه بالبيت، يساهم بانه يقدم معلومات للاهل، يعني بصير يلعب دور المعلم بالبيت. هي بتكون الطفل عندي إنجاز أكبر بحب أكثر للمادة والمدرسة والمعلمة. نعم عقاب، يعني كثير من المعلومات المفيدة اللي أعطيتنا إياها، بنتمنى الكل يكون استفاد منها، ونتمنى عودة حميدة للمدارس لكل الأطفال، تكون كلها فترة خير وصحة وإنجازات. شكرا لك. شكرا لكم.